تفسير المصحف الكريم مع المرحوم الشيخ العلامة المكي الناصري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون
يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، حصة التلاوة في هذا اليوم تتألف من الربع الثالث للحزب الثاني من المصحف الكريم، وبدايتها قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، ونهايتها قوله تعالى: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. مما هو معلوم من الدين بالضرورة أن رسالة الإسلام رسالة عامة موجهة إلى كافة البشر، وأن شريعته مهيمنة على ما سبقها من شرائع. ومن هنا انطلقت الدعوة الإسلامية في كل اتجاه، اتجهت إلى نفس أهل الكتاب، وفي طليعتهم بنو إسرائيل الذين كانوا يتمتعون بين مشرك العرب باحترام خاص ومكانة مرموقة، فطالبتهم بالدخول في دين الله والاندماج في الأمة الإسلامية اندماجا تاما، إذ أن الإسلام جاء ناسخا لما قبله ودعوته موجهة للجميع. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقد أشار القرآن الكريم إلى الدعوة الموجهة إليهم وإلى كيفية جوابهم عنها، فحكى عنهم في آية سابقة موقفهم المتعنت: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه. وهم في هذا الجواب الملتوي لم يكشفوا عن حقيقة رأيهم كاملة، إذ أنهم في الحقيقة كانوا ينظرون من بعيد إلى اعتقادهم الراسخ بأن شريعتهم ليست موقتة بوقت محدود ولا مغياتا ببعثة رسول آخر يأتي من بعد رسولهم اسمه أحمد، بل إن شريعتهم مستمرة ومطلقة، وإذا فلا يمكن أن يدخل عليها أي نسخ، لأن نسخ الشريعة بأخرى في نظرهم مستحيل. وقد بنوا نظريتهم على مزاعم واهية واستنتاجات خيالية. وردا عليهم وإبطالا لنظريتهم، جاءت الآية الكريمة صارخة تقول: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، فتؤكد على عكس ما يدعون إمكان النسخ في الشرائع، بل تثبت وقوعه فيها فعلا، ثم توضح وجه الحكمة فيه، وأن الباعث عليه هو خير البشرية ونفعها تبعا لاختلاف الظروف. وكأن هذه الآية الكريمة تقول لبني إسرائيل: إن الشريعة التي جاء بها الإسلام ودعاكم إليها قد نسخت شريعتكم ووضعت لها حدا، وعوضتكم عنها بشريعة أكمل وأفضل هي نخبة الشرائع وخاتمة الأديان، فلا يسعكم إلا أن تتخلوا عن شريعتكم وتدخلوا في دين الله أفواجا. وبعدما أثبتت هذه الآية مبدأ النسخ وبينت وجه الحكمة فيه، وهو مصلحة المكلفين وخيرهم، ردا على مزاعم بني إسرائيل، عقبت على ذلك بما يؤكد أن الأمر في هذا المقام يتعلق قبل كل شيء بقدرة الله المطلقة، ويرتبط بتصرفه الشامل، تلك القدرة وذلك التصرف اللذان لا يحدهما شيء، فلله أن يرسل من يشاء ولله أن يامر بما يشاء في أي وقت شاء. وبذلك تنطق هذه الآيات: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟
وفي مثل هذا السياق جاء قوله تعالى في مكان آخر من القرآن الكريم: ألا له الخلق والأمر، أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الله أعلم حيث يجعل رسالاته. ومن البديهيات المتعارفة أن الإنسانية قد مرت بعدة أطوار، وأن الله تعالى بفضل ربوبيته وفيض رحمته لم يزل يبعث لهداية الإنسان الأنبياء أو الرسل فوجا إثر فوج ما بين الفترة والأخرى، وكلفه على لسانهم في كل مرحلة من مراحل حياته بالتكاليف المناسبة لتلك المرحلة، أخذا بيد الإنسان الذي اقتضت حكمته أن يستخلفه في الأرض، أخذا بيده إلى طريق الرشاد، وتدريجا له في مدارج التكليف من حال إلى حال على قدر إدراكه وحسب استطاعته وتبعا لحاجته. وهكذا كلما بلغ الإنسان درجة أرقى في التطور رفع عنه الحق سبحانه وتعالى من التكاليف ما لم يعد مناسبا، وكلفه بشرع جديد هو أكثر ملائمة لواقعه الجديد. فلما استدار الزمان بحلول موعد البعثة المحمدية وآذن الله بدخول الإنسان في بداية مرحلة الرشد وبإعداده لدرجة أعلى من الوعي والنضج، بعث الله إليه خاتم الأنبياء بخاتمة الشرائع التي لا شريعة بعدها والتي جاءت بنسخ ما قبلها. ومن ثم كانت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم عامة إلى الناس كافة، ومن ثم كان رفضه البات لعذر بني إسرائيل في التخلف عن ركب الإسلام بدعوى استحالة النسخ وضرورة الالتزام. وعلاوة على ذلك، فإن في قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها ناتي بخير منها أو مثلها، إشارة خفيفة وتمهيدا مبدئيا لأمر إلهي آخر سيوحي به الحق سبحانه وتعالى إلى رسوله والمؤمنين خلال فترة قريبة غير بعيدة، ألا وهو الأمر بالتخلي عن استقبال بيت المقدس في الصلاة بعد استقباله منذ بدء الهجرة حوالي 17 شهرا، وبالتحول عنه إلى استقبال البيت الحرام، مما ستوضحه آيات قادمة في الحصص القادمة. نعم، جاءت في حصة اليوم آية كريمة تمهد الجو لهذا الحادث المهم الذي سيخصص للمسلمين قبلة يستقلون بها عن بقية الملل، والآية التي أومأنا إليها تشير للأمر المنتظر بمنتهى الإجمال والإيجاز، وهي قوله تعالى: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. ومن هنا يتجه الخطاب الإلهي فجأة إلى المؤمنين محذرا إياهم من تقليد بني إسرائيل في إلقاء أسئلتهم المحرجة القائمة على روح الجدل والتعنت، فيقول: أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل؟ والتشبيه ها هنا واقع بالأسئلة التي وجهها إليه بنو إسرائيل في شأن البقرة وذبحها طبقا لما حكته عنهم الآيات السالفة. وتأتي في نفس المقام آية أخرى تستنكر أن يقف بعض البسطاء ممن لا يعلمون موقفا مشابها لموقف بني إسرائيل تقليدا لأساليبهم الملتوية في العناد والتردد، إذ تقول حكاية عن هذا الفريق الإسرائيلي الاتجاه: وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية، ثم تعقب على هذا القول كاشفة عن مصدره ومبينة لسببه إذ تقول: كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم. وواضح أن تشابه القلوب أي تشابه العواطف والمشاعر عامل من عوامل التشابه في الأفكار والآراء والارتسامات، والذين قالوا مثل هذا القول من قبلهم هم بنو إسرائيل، قالوه لموسى كما حكته عنهم آية سابقة: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهكذا يكافح الإسلام ما يتسرب إلى مجتمعه من شبه بني إسرائيل وضلالاتهم ودعاياتهم حماية للمسلمين. ويواصل الخطاب الإلهي تحذيره للمسلمين من الوقوع في أشراك وحبائل الملل الأخرى ومن السير في ركاب أهلها،
مؤكدا بأقوى وجوه التأكيد أن الرضا التام من غير المسلمين عن المسلمين مرهون دائما مسبقا وقبل كل شيء بالاندماج فيهم وبالتنكر للإسلام. وهكذا يخاطب الله رسوله وعن طريقه يخاطب كافة المؤمنين: ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم. ثم يلقن الله لرسوله والمؤمنين الجواب الفاصل للدفاع في هذا الموقف: قل إن هدى الله هو الهدى، وإذن فلا هدى في سواه، وإنما في سواه الضلال والخبال. على حد قوله عليه السلام: من ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ومن المعاني الجديدة في هذه الحصة ما وصفه كتاب الله أحسن وصف وأوجزه من انطباعات اليهود عن النصارى وارتسامات النصارى عن اليهود، وما ظلت هاتان الملتان تتبادلانه عبر الأجيال من التهم والشتائم والأحقاد، حتى إن كل واحدة منهما لا تعترف بالأخرى. وفي ذلك نزلت هذه الآيات والبينات: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. وقد جاوزت حدة النزاع بين الفريقين حدود الدنيا إلى نفس الآخرة، فادعى اليهود أن الجنة قاصرة عليهم، وزعم النصارى أن الجنة خالصة لهم، وهذا هو معنى الآية الأخرى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إلا أن كتاب الله قد فض النزاع بينهم في هذا المجال، فقال تعالى: والله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. كما قال تعالى في آية أخرى من سورة الحج: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد.